طيب ليه جدو بيقولي انا مش لطيف؟ طيب هو ليه خطوط بطيئه كده؟ طب احنا ليه بنكبر اصلا او ليه بنعجز؟ انا اسراء عاطف هنكلمكم عن هاو وي ايج، ليه بنعجز او ليه بنكبر؟ مبدئيا كده احنا عشان نكبر خلايانا بتبدا تنكسر. طب ايه هي الخليه دي؟ الخليه دي هي اصغر حاجه موجوده في جسمنا، ومنها تتكون الانسجه والاعضاء وكل حاجه فيها. طيب هي ايه الموجود جوه الخليه؟ الموجود جوه الخليه هو الدي ان ايه بتاعنا. الدي ان ايه دوت هو اللي بيحمل الصفات الوراثيه لينا، واللي مسؤول عن لون شعرنا وشكلنا وصوتنا واسلوبنا وكل حاجه فيها. طيب الدي ان ايه دوت هو اساسا جزء من الكروموسوم. في نهايه الكروموسوم بتاعنا في جزء اسمه التيلومير. التيلومير ده هو المسؤول بشكل متقن عن تضاعف الدي ان ايه خلال عمليه الانقسام الخلوي. كل ما الخليه بتبدا تنقسم التيلومير ده طوله بيبدا يقل. زي ما انتم شايفين كده ده طول التيلومير، ده طول التيلومير الاصلي بيبقى موجود في نهايه الدي ان ايه كده. كل ما الخليه بتبدا تنقسم طول التيلومير بيبدا يقل لحد ما يوصل لحد معين. طول التيلومير بيبقى طويل جدا اول ما بيتولد، بس هو بيكون مكدس في نهايه الدي ان ايه. لما قاسوا طول التيلومير عند ناس معينه تعرضت لمشاكل اسريه في حياتها او عنف اسري او حاجات سببت لها حزن او مشاكل نفسيه، لقوا ان طول التيلومير ده اقل بكتير جدا من ناس في نفس عمرهم بس ما تعرضوش لمشاكل زي دي. وبكده نقدر نقول ان التيلومير دوت هو المتحكم في نفسيتنا. طيب هو بيأثر بايه كمان؟ طول التيلومير بيتأثر بالعوامل البيئيه زي التدخين، زي التوتر، الضغط، السمنه. تمام. طيب هو ايه اللي بيحصل لما طول التيلومير بيقل؟ الملخص كده ان التيلومير ده بيوصل عند حد معين، بعدها بتدخل الخليه في مرحله ستابيليتي او ابوبتوزس، موت مبرمج للخليه. الخليه بتبدا تموت. كون ان الخليه تموت يعني احنا بنموت، لان زي ما قلت في الاول ان جسمنا كله عباره عن خلايا. تمام. طيب انا اقدر احافظ على التيلومير بتاعي ده ازاي؟ في انزيم اسمه التيلومريز هو اساسا موجود في جسمنا بس نسبه قليله، لان هو مش بيشارك بدور فعال في دوره حياه الخليه. بس احنا نقدر نقول الانزيم ده بيحافظ على حياه الخليه وبيحافظ يعني ما بيخليش ارض الشيخوخه تظهر لنا بدري. في تجربه اتعملت على دوده لما عملوا شويه تعديلات في جين من الدوده دي، الدوده دي اصلا كانت بتعيش اسبوعين قدرت تعيش شهر. طيب هل لو لقينا انزيم في جين في الانسان مشابه للجين اللي كان في الدوده ده هنقدر نعيش ضعف عمرنا؟